بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بصراحة احنا بنعيش أيام مش عايز أقول استثنائية، لأن دايما أيام النادي الأهلي مع جماهير النادي الأهلي بتبقى كلها أيام فيها انتصارات وبطولات وأفراح وألقاب وإنجازات على جميع الأصعدة. مش بتكلم في الكوره بس، بتكلم حتى على مستوى الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه، النشاط الرياضي، على مستوى الانشاءات. بصراحه يمكن فتره مميزه جدا، مجلس الاداره وكل العاملين في النادي الاهلي، اجهزه رياضيه، قطاع النشاط الرياضي، اللاعبين، جماهير النادي الاهلي بالتاكيد، الكل بلا استثناء يعني بيعيش مرحله مهمه جدا، لان المرحله دي جايه بعد عناء من فتره جهد وتعب ورسم استراتيجيات للمرحله اللي جايه وانتقادات حاده، سواء ممكن تكون ايجابيه او سلبيه، لاهداف ومصالح شخصيه او ممكن للهدف حتى العام، وان النادي الاهلي يكون يعمل نتائج كويسه سواء في الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه، وفي الكوره تحديدا. حلقه النهارده اكيد هتركز على تفاصيل مهمه جدا، لان احنا النهارده هنحتفل كمان بفوز النادي الاهلي بدوري السوبر لكره السله للعام الثاني على التوالي، وكنا بنحتفل منذ ايام قليله جدا بدوري كرة اليد وكأس كرة اليد وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، وعندنا دلوقتي بطولة استثنائية بالتأكيد، تنظيم كأس الكؤوس الإفريقية سواء للرجال أو للسيدات. فريق الكورة بيتأهل لمرحلة السيمي فاينال وكسب خارج أرضه 3-0. عندنا افتتاح فرع التجمع الخامس إن شاء الله في بداية شهر يونيو المقبل. يعني بقول لكم احنا على جميع الأصعدة، بصراحة فترة جميلة جدا وفترة مهمة جدا من عمر النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي دائما وأبدا هو صانع السعادة والفرحة لجماهيره والجماهير الكرة المصرية اللي بتحب الناجح، بتحب الناس اللي بتفكر ازاي ترسم صورة طيبة عن بلدها، سواء بإنجازات داخل مصر أو حتى إنجازات خارج مصر. مش هطول أكتر من كده لأن الحلقة لسه فيها تفاصيل كتيرة، لكن هنيئا لجماهير النادي الأهلي بهذا الكيان الكبير اللي بيعتبر من أهم وأحد أهم المؤسسات الرياضية المصرية المشرفة للرياضة المصرية خارج مصر، سواء إفريقيا عربيا أو حتى دوليا. حلقة الترند النهارده فيها كواليس مهمة جدا، ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهارده. والنهارده خلاص بنتكلم في يوم الثلاث والماتش يوم الجمعة، فعايز كل السادة المشاهدين يوجهوا رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاركوا معانا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم للعيبة وكمان حتى للجهاز الفني قبل مباراة الجمعة المقبل. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي، وكمان الأهلي يواصل سيطرته على بطولات ألعاب الصالات. وفي الترند العالمي، صلاح حديث العالم بعد صناعة الثلاثية هاتريك أسيست. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهارده، مباريات في الجوله ال 28 من عمر الدوري العام. في هذه اللحظات في مباراه بتقام ما بين حرس الحدود والمقاولون العرب، طبعا ما زالت النتيجه التعادل السلبي بين كلا الفريقين. نروح للساعه 7 مباراه سموحه وفيوتشر، والساعه 9:30 طلائع الجيش بيستضيف فرقه. دوري ابطال اوروبا ومرحله اياب الدور نصف النهائي، والنهارده انتر ميلان في العاشره من مساء اليوم بتوقيت القاهره بيستضيف اي سي ميلان، نقدر نقول ديربي كلاسيكو. لقاء الذهاب كان في ملعب اي سي ميلان، الانتر كسب خارج ارضه بهدفين مقابل لا شيء، والنهارده لقاء العوده وحظوظ الانتر اكبر بالتاكيد في التاهل للنهائي، وممكن تواجه الريال السيتي، دي مباراه ثانيه موقعه كبيره بكره باذن الله في نفس التوقيت، ايضا هتكون الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. طيب دي جوله من مباريات اليوم، لكن النهارده ذكرى لمباراة كانت كبيرة جدا وتاريخية، أولا للكرة المصرية، ثانيا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، لأن المباراة دي احنا عشناها بقى في الألفية الجديدة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واللي انتهت بفوز الأهلي 6-1. النهاردة 16/5/2023، والمباراة دي عدى عليها بالظبط 21 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه بنبدأ المباراة، وهدف على طول لرضا شحاتة. كلنا عارفين طبعا المقدمه التاريخيه لهذه المباراه، وعلى فكره المباراه دي من المباريات الاستثنائيه اللي يمكن ما تمش يعني نقلها على الهواء مباشره مع ضربه البدايه، اتاخرت ثواني، وفي التاخير ده كانت ضربه البدايه مش سنتر او اللي انت تسنتر وتبدا اللعب، لا هدف على طول للاهلي وهدف رضا شحاته. الهدف الثاني وابراهيم سعيد.
تقدر تقول بقى ايه يعني، جابها براسه، لا جابها برجله، يعني انت عارف انت ممكن وانت بتوصف الهدف توصف اهداف كتيره، لكن دي جابها بصدره. يعني شوفوا وائل جمعه بيصلح الكره ازاي، وابراهيم سعيد بيركنها ازاي. لا يعني بصراحه المباراه دي مش 6-1 وبس، لا ده 6-1 واهداف تاريخيه وجوان معلمه بشكل كويس مع الجماهير. في ناس لسه ما عاشتش الاحداث دي، فكل سنه بنتذكر هذه الاهداف. بعد ذلك خالد بيبو وسوبر هاتريك لخالد بيبو، الهدف الثالث، وبعد كده هيروح للهدف الرابع والخامس والسادس. وكان ممكن النتيجه تعدي اكتر من كده، لكن طبعا كلنا عارفين ان الاهلي اكتفى ان المباراه تنتهي 6-1. هي ليله كانت من ليالي الاهلي الخالده في استاد القاهره الدولي، والفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجه 6-1. بنحتفل في 16 مايو كل سنه بهذه الليله التاريخيه، واللعبه الشهيره لخالد بيبو في الهدف الرابع، بيبو وبشير، بيبو والجون، والهدف التاريخي في محمد عبد المنصف. منصف من الحراس يعني اللي اتسجل فيهم رقم قياسي بعدد الاهداف اللي احرزت في مرماه. دي كانت من ضمن المباريات اللي شهدت دخول 6 اهداف في مرمى محمد عبد المنصف. طبعا الثنائيه الدفاعيه في الزمالك كان وقتها رضا سيكا وبشير التبعي، والمباراه طبعا كلنا فاكرين احداثها بنتيجتها باحتفالاتها. وسبحان الله السنه دي الاهلي كان بينافس على الدوري لغايه اللحظه الاخيره، وكانت بعدها على طول مباراه كبيره جدا مع الاسماعيلي انتهت 4-4، وكانت من اهم وافضل واحلى مباريات الدوري المصري. هدف خالد بيبو زي ما انتم شايفين، طبعا لو قعدنا نستعرض الاهداف والله ممكن تاخد الحلقه كلها، لان انت بتتكلم في 6 اهداف للنادي الاهلي، وكان سوبر هاتريك محمد فاروق عمل الباس لخالد بيبو في التوقيت ده، كان موجود بقى خالد بيبو ومحمد فاروق واحمد بلال وعلاء ابراهيم، وعندك بقى كمان ابراهيم سعيد لا يعني كانت في وائل جمعه، يعني كان في نجوم كبيره جدا. وفي السنه دي الاهلي اكيد كان خد دوري ابطال افريقيا لما كسب سان داونز 2-1، قصدي 3-0 في القاهره بعد التعادل الايجابي في بريتوريا 1-1. والسنه دي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا لكن خسر الدوري العام. عموما دي كانت مقدمه مهمه جدا في برنامج الترند. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا في كواليس وتفاصيل مختلفه في حلقه النهارده من الترند. طيب امبارح كان في فوز وانتصار تاريخي جدا لرجال سله الاهلي، وبالفوز بدوري السوبر. انت بتلعب مع الاتحاد السكندري بيست اوف 5، يعني انت بتتكلم على الخمس مباريات لازم تكسب على الاقل، او تكسب 3 مباريات عشان تضمن الفوز بدوري السوبر. كسبت مباراه، بعد كده خسرت مباراه، كسبت المباراه الثانيه، وكانت امبارح تكسب حققت دوري السوبر. لا قدر الله لو كنت خسرت كنت هتلعب لسه مباراه ثانيه، وكانت جايه في توقيت صعب جدا، لان ثاني يوم على طول لو كنت لا قدر الله خسرت كنت هتلعب الاربع وتسافر، لان عندك في بطوله في افريقيا يوم الخميس، فبالتالي كان صعب جدا انك تفوت او تعدي مباراه امبارح من غير ما تكسب، كان لازم تخلص بسرعه الجيم. وامبارح المباراه كانت صعبه جدا لان هي الفرصه الاخيره للاتحاد السكندري. الاهلي فاز امبارح 72-70، ويعتبر كده في البيست اوف 5 يعني نتيجه 3-1 في عدد المباريات، والاهلي فاز بدوري السوبر للعام الثاني على التوالي. الفوز ده بعد اسابيع من الفوز بالكاس، وبالتالي سله الاهلي بتعيش فتره رائعه من الانتصارات والالقاب والبطولات، وده تخطيط على فكره، لان في فتره كان فريق الباسكت بيخسر وكان بيحاول وكان فيه لعيبه كويسه، بس اكيد محتاج تدعيم، محتاج التعاقد مع مدير فني يلبي طموحات النادي الاهلي. قدامكم حتى على الشاشه هو يمكن التتويج والميداليات والفوز، واللقطه الجميله امبارح كان الاحتفال بالدرع دوري السوبر على طريقه بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو دلوقتي اصبح ايقونه للاحتفالات داخل النادي الاهلي، وده يدل على شيء، بيدل ان النادي الاهلي لحمه واحده، يعني في تكاتف كده بين جميع الالعاب، الناس كلها مرتبطه ببعض، مش الباسكت في حته والهاندبول في حته والفولي والكو، لا كله مرتبط. عشان كده في الاخر احنا بننتمي لاسم عائله الاهلي. كلمه عائله الاهلي دي لها مغزى ولها معاني كتير، اعتقد جزء من اللي ممكن يتفهم او يتشرح في لقطه امبارح، لعيب في الباسكت بيعمل احتفاليه بيرسي تاو نجم فريق الكوره، فاعتقد تفصيله مهمه جدا برضو كان لازم نوضحها لكل الساده المشاهدين. فكره الفوز بدور السوبر على فكره في حد ذاتها انت عامل انجاز كويس جدا، ان كمان عندك مباريات افريقيه وبتلعب في تصفيات الام بي اي، وبتلعب في التصفيات الخاصه بالبطولات الافريقيه للسله. امبارح ايهاب امين يمكن عمل كده كره فكرتنا بالقضيه ممكن اللي حصلت في مباراه الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا نهائي 2020، لما خد الكره وشاطها افتكر خلاص ان الوقت خلص، ولكن كان لسه في مراجعه عشان يبقى في لعبه فيها فاول هنا او هنا،
واستكملت يعني استكملوا المباراه حوالي كام ثانيه كده، لكن الاهلي قدر يكسب المباراه. فبقول لكم امبارح احنا بنتفرج، لا مش حاسين بنتفرج على فريق باسكت بعيد تمام البعد عن فكره تفاصيل الكوره، لا هي المنظومه كلها منتميه لكيان واحد. امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، في وجود ايضا كمان الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اللي بتقول له بنقول له بالتاكيد هارد لك. يمكن الاتحاد السكندري يعني من الناس اللي بتحب جدا لعبه كره السله، والاتحاد السكندري يمكن من الانديه المحببه جدا والجماهير الاهلي بتعشقها وبتحبها. فهارد لك لفريق الاتحاد، لم يوفق في الدوري هذا الموسم وفاز النادي الاهلي صاحب الحق بالفوز بهذه البطوله. بصوا ده على فكره بقى، انت بتتكلم مش درع دور السوبر بس، لا دور السوبر والمرتبط، انت كسبت كل حاجه الحمد لله، انت في السله انت السنه دي كسبت كل حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين ده الدرع بيتسلم بالتاكيد من رئيس الاتحاد المصري لكره السله مع الكابتن محمود الخطيب، والصور التذكاريه، واحتفال بصراحه رائع جدا وشكل مهذب وتنظيم وبروتوكول مميز جدا في التتويج بدرع دوري السوبر بالنسبه للنادي الاهلي. بصوا بقى الاحتفاليه، بصوا الاحتفاليه دي يعني هي بقى اللي شبيهه برقصه بيرسي تاو لما بيجيب اهداف مع فريق الكوره. فعشان كده بقول لكم كده عائله الاهلي ليها يعني سيستم مختلف تماما، صعب انك تشوف التفاصيل والكواليس دي في اي حته تانية. نقطه تانية لفتت انتباهي امبارح، انا امبارح بتفرج على المباراه بدور على الكابتن خالد العوضي مش موجود. اتاري الكابتن خالد العوضي برده كان بيحضر مباراه سيدات اليد اللي كانت بتلعب مباراه في ربع نهائي كاس الكؤوس على صاله الامير عبد الله الفيصل. فبالتالي لا، الناس كلها موجوده في كل الاحداث، في دعم لفريق الباسكت للرجال، في دعم لفريق الهاندبول رجال وسيدات، في دعم في جميع الالعاب. امبارح يعني فكره ان سيف سمير انت بتتكلم واخد لغايه دلوقتي 4 لقب دوري، تخطى حتى الاسطوره طارق الغنام ودي الجرحي اللي عندهم 3 القاب. يعني لا امبارح في تفاصيل كتيره جدا، عمرو الجندي مباراه كبيره، لا يعني الاهلي الحمد لله قدر يعمل مباراه كبيره جدا. مروان سرحان على فكره برضو احد الاسباب الرئيسيه في تتويج النادي الاهلي باللقب الثاني على التوالي والسابع على مدار تاريخ النادي. يمكن مروان انضم للاهلي في بدايه الموسم السابق، ومع بدايه الموسم مروان يمكن تعرض كده لانتقادات وسوء مستوى بسبب بعض الاخفاقات في بعض المباريات، لكن في النهايه حاسبنا على النتيجه، حاسبنا على الانتصار والنتيجه في الاخر وعمل مباراه كبيره. لا احنا لو هنتكلم على كل لاعب، لا احنا عندنا اسامي كبيره جدا. احمد الجرحي امبارح يمكن كتب تويتر وبوست جميل جدا، اولا بيهدي الدرع بطوله دوري السوبر لروح المغفور له باذن الله اسلام زكي مشجع نادي الاتحاد السكندري اللي وفاته المنيه بعد طبعا الحادث اللي تعرضت له بعض جماهير الاتحاد السكندري في احدى المباريات هذا الموسم في احدى الصالات في مدينه السادس من اكتوبر. فبالتالي على جميع المستويات الحدث رائع، عائلي رياضي. شايفين الاحتفال، شايفين الصوره، لعبت الباسكت بس مع اولادهم مع بناتهم، الاحتفال مع الكابتن محمود الخطيب. على فكره السنه دي يا جماعه عشان تعرفوا ان في تخصص، يعني فريق الكوره والكابتن محمود الخطيب شغال مع لجنه التخطيط وشركه الكوره وقطاع الكوره، ملف النشاط الرياضي مع معالي الوزير الاستاذ عمرو فاروق اللي عمل طفره كبيره جدا بالتعاون مع اعضاء مجلس الاداره، وكمان بتتكلم على النشاط الرياضي بقياده الدينامو الكابتن خالد العوضي على طول موجود في كل الصالات، صاله الشهداء، صاله الامير عبد الله الفيصل، يطلع على صاله المدينه الرياضيه في اكتوبر، يسافر اسكندريه صاله برج العرب. ما يعني دينامو يعني موجود دايما في كل الاحداث وحاله نشاط وحيويه دايما في كل المناسبات. انت بتتكلم كمان على المهندس خالد مرتجي وزير خارجيه الاهلي والملفات المتعلقه بالاهلي مع الفيفا مع الكاف مع الاحداث مع الارتباطات الخارجيه، ملف الجماهير، لجنه كامله مشكله من سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي مع الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد سراج مع دكتور محمد شوقي، الاستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنه المنظمه لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، موجود دايما مع فريق كره اليد، موجود دايما مع فريق التنس، موجود دايما في الالعاب الفرديه والجماعيه، في اهتمام بقطاع السباحه، في خليه عمل حتى على المستوى الاجتماعي، الاستاذ طارق انديل وشغله مع لجنه العضويات. أنا مش عايز أنسى حد، بس الكل بلا استثناء كل أعضاء مجلس الإدارة حتى في رئاسة البعثات لو تلاحظوا كده الفترة الأخيرة الدفع بمجموعة الشباب اللي موجودة في مجلس الإدارة. آخر رحلة سفر في تونس كان الأستاذ محمد الضماطي، كأس السوبر في الإمارات كان دكتور مهند مجدي. لا في خلية عمل، الناس بتشتغل، أنا مش بدافع أو بتكلم بس النتائج هي اللي بتقول كده.
في التوقيت اللي البعض بيوجه انتقادات لازم لما يكون في نتائج وايجابيات لازم نتكلم عليها وندي كل واحد حقه، والناس بتشتغل عشان حاجه واحده بس، تسعد جماهير النادي الاهلي، الاستقرار الاداري، الاستقرار المالي رغم الصعوبات الماليه اللي بنواجهها كلنا في العالم بسبب الظروف الاقتصاديه، مع ذلك في نتائج وفي انتصارات وفي القاب، يعني الحمد لله نمسك الخشب لسه باقي على الموسم شهر شهرين، عندنا في الكوره دور ابطال افريقيا الدور العام، ربنا يكرمنا في اللي جاي، لكن دائما وابدا هتبقى في انتصارات وافراح خلال الفتره اللي جايه لكل جماهير النادي الاهلي. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لان عندي قصه وحكايه هتعجبكم قوي، بس بعد الفاصل. طيب قلت لكم عندي قصه وحكايه، وانتوا دايما متعودين لما بطلع اتكلم في قصص وحكايات بتبقى قضيه، مش بنتكلم في قصص سهلة أو بسيطة أو موضوع مش مستاهل، لأ بيبقى عندنا قضية بجد، ولما بنطرح قضية بتبقى الهدف منها الصالح العام، عشان محدش بس يفكر إن القضية اللي بنطرحها بيكون لها أهداف ومصالح شخصية، بالعكس بتبقى للصالح العام، والملف ده تحديدا الناس عارفة لما بنتكلم فيه. الحمد لله من أول يوم لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها كل معلوماتنا صح وبتحصل، ويوم واتنين اللي بنقوله بتسمعوه وبتشوفوه. انتوا عارفين ان دايما الاتحاد الدولي بيحب يتعامل بمعيار واحد، معيار الشفافيه والنزاهه الرياضيه، ده معيار الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي ده هو اللي بيشرف على اللعبه، لعبه كره القدم في جميع دول العالم. ولما طبقوا حاجه اسمها تقنيه الحكم الفيديو المساعد، تقنيه الفار، ما يسمى يعني بتقنيه الفار، كان الهدف منها ان قدر الامكان يقللوا الاخطاء ويبقى في بروتوكول لهذه التقنيه عشان الناس كلها تبقى ماشيه بهذا الاطار، مفيش حد ينحرف عن الاطار ده ويعمل حاجه من دماغه، لا كله ماشي في سياسه واحده. طيب الموضوع اللي هتكلم فيه ابعاده كبيره، الناس ما تتخضش، لا ابعاده كبيره، لان من ساعه الواقعه اللي هتكلم عليها دلوقتي لغايه اللحظه دي انا عمال اتابع اشوف ايه اللي بيتسرب، ايه اللي بيتقال، اجتماع لجنة الحكام في مناقشة الحالات التحكيمية أو اجتماع اللجنة في سماع محادثات الفار في بعض الحالات التحكيمية لبعض المباريات، قلت الناس هيبقى فيها قرارات وعقوبات وهيبقى فيه شفافية، ولكن فوجئت إن في تسريبات خرجت مش صحيحة، والتسريبات دي أنا مش فارق معايا مين يتوقف أو مين اللي أخطأ، أنا فارق معايا إن يكون في شفافية ونزاهة في تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد الفار في مصر. والفترة اللي اشتغل فيها ماركت لاتنبرج لما كان بيعرض الحالات التحكيمية بمحادثات الفار كانت يعني نوعا ما فيها جزء كبير جدا من الشفافية، ولكن أنا بقول لكم بقى إيه القصة بالنسبة لي، لا لون أحمر ولا أصفر ولا أبيض ولا أخضر، القصة ليها أبعاد تانية كبيرة، ومش هشرح التفاصيل في محادثة الفار لغاية لما لجنة الحكام تطلع بنفسها تقول إيه اللي حصل عشان تطبق القانون صح وتطبق بروتوكول الفار صح. معنى كده ان انا مش هتكلم؟ لا هتكلم، بس مش هدخل في تفاصيل المحادثه لغايه لما لجنه الحكام لغايه بكره، يعني من النهارده لبكره بغض النظر عن التسريبات، لا تطلع كده بشكل رسمي وتقول اللي حصل، لان انا النهارده حاولت اتواصل مع الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام مره واثنين وثلاثه، تليفونه مقفول مش عارف اوصل له. ليه بقى؟ بصوا يا جماعه، بروتوكول تقنيه الفار معناه ان حكم التقنيه، حكم الفيديو المساعد، لما بيكون شايف حاله متاكد منها وحاله يقينيه ان فيها استدعاء لحكم المباراه بيستدعيه. هل حكم المباراه يقدر يقول له لا؟ ما يقدرش، دي تفصيله صغيره. طيب حصلت حاجه غلط مخالفه لبروتوكول الفار في مباراة الإسماعيلي والزمالك، وأنا قلت لكم من البداية القصة مش ألوان، لو حصلت في مباراة الأهلي وجات لي نفس الحالة ونفس المحادثة بتفاصيلها بكواليسها أقولها، ولكن أنا يهمني يبقى في شفافية، ده مهم جدا، لكن اللجنة أشوف تسريبات لمصدر رسمي في لجنة الحكام ما يقولش اسمه ويقول أصل حكم تقنية الفيديو الكابتن مصطفى مدحت تم إيقافه، لا أنا هنا مختلف معاك اختلاف كبير جدا، ده لو التسريبات دي طلعت من اللجنة لا دي فيها مشكلة كبيرة، عشان كده أنا جاي النهاردة أتكلم فيها. وأمام لجنة الحكام واتحاد الكورة لغاية بكرة يطلعوا بشكل واضح وصريح، يشرحوا لنا يقولوا لنا ماذا حدث في اللعبة اللي عرقل فيها محمد صبحي
حارس الزمالك لاعب النادي الإسماعيلي. ماذا حدث في المحادثة ما بين حكم تقنية الفيديو مع الكابتن محمد عادل في مباراة الزمالك والإسماعيلي اللي اتلعبت في إسماعيلية واللي تم فيها عرقلة لاعب الإسماعيلي من محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك؟ قدامكم الحالة اهي. قصة بالنسبة لي مش ضرب الجزاء ولا كارت أحمر ولا إيقاف ثلاث ماتشات. يوم ما الشناوي عمل غلطة زي دي احنا أول ناس طلعنا أصلا انتقدنا الشناوي وأشدنا جدا بقرار الكابتن طارق مجدي. تمام؟ عشان نبقى فير قدام الناس. أشدنا جدا بقرار الكابتن طارق مجدي، بل بالعكس الجماهير على السوشيال ميديا طلبت كمان إن كمان يبقى في عقوبة مالية وخاص من محمد الشناوي، مفيش أكتر من كده. الكلام ده اتقال وقتها في المباراة اللي خد فيها محمد الشناوي كارت أحمر. لكن اللعبة دي المحادثة اللي حصلت عكس التسريبات اللي طلعت. أنا مش هقول المحادثة حصلت فيها إيه لغاية لما اللجنة تطلع بنفسها بكرة أو النهاردة بالليل أو بكرة تقول المحادثة كان فيها إيه. ليه الشفافية والنزاهة الرياضية؟ أنا بأكد على الجملة دي تاني. ليه بقى؟ لأن التسريبات اللي خرجت إن الكابتن مصطفى مدحت هو اللي توقف؟ لا، مش ده اللي حصل في غرفة تقنية الفيديو يا جماعة. مش ده اللي حصل في غرفة تقنية الفيديو. طب ليه أنا بتكلم في الجزئية دي وبقول الكلام ده؟ طيب ليه بقى؟ أولاً تتذكروا معايا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في كأس العالم للأندية اللي اتلعبت في المغرب من حوالي شهرين ثلاثة يعني. وفي كمان كأس عالم للشباب في الأرجنتين خلال نهاية الشهر الجاري. عملت إيه الفيفا؟ قالت جماهير الكورة هي جزء من اللعبة. جماهير الكورة جزء من اللعبة. فلازم يتم عرض الحالات في الملعب والحكم هو الأول في البداية كان إيه؟ عرض المحادثة ما بين الحكم وحكم تقنية الفيديو على الهواء. ولكن قال لك إيه؟ لا، حكم الملعب بعد ما يخلص الحالة يطلع وهو بيدي القرار بتاعه يشرح ده قدامكم على الشاشة. ده حصل في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وكلنا سمعنا ده على الهواء مباشرة صوت وصورة. إيه اللي حصل في غرفة تقنية الفيديو والحكم شرحه لكل السادة المتابعين سواء في الملعب أو خارج الملعب. ليه؟ لأن الفيفا بيعتبر أن الجماهير جزء من اللعبة. وبالتالي اللي حصل في مباراة الزمالك والإسماعيلي عشان يبقى احنا جزء من اللعبة وتطبق مبدأ الفيفا اللي هو فيه الشفافية والنزاهة الرياضية. اللعبة دي اللي حصل فيها جدل واللي اتقال فيها ان مصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو هيتوقف لانه ما طبقش البروتوكول واستدعى محمد عادل، لا الكلام ده مش حقيقي. فانا بطالب اللجنة تطلع تقول لنا المحادثة فيها ايه وتعاقب المخطئ ايا كان هو مين. ليه بقى ايا كان هو مين؟ خد المفاجأة التانية. كان في معسكر لحكام النخبة الأفارقة اتنظم في مصر الشهر اللي فات، وكان في من مصر محمود البنا وكان في محمد عادل وكان في كمان مين؟ أمين عمر ومحمد معروف. هل تتخيلوا ان في معسكر حكام النخبة الإفريقية لما حبوا يعرضوا حالات جدلية يبقى فيها دروس وتثقيف للحكام جابوا ايه؟ جابوا الحالات الجدلية اللي فيها أخطاء في تقنية الفار من الدوري المصري. تتخيلوا احنا وصلنا اللي لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لما تحب تتكلم على تقنية الفار والتنفيذ الخاطئ والمشاكل اللي موجودة في التقنية جابت الحالات الجدلية اللي موجودة في مباراة الدوري المصري لمين؟ للحكام الدوليين. للحكام الدوليين يعني جابت حالات جدلية مثلا للكابتن أمين عمر، جابت حالات جدلية للبنا، لعادل، لعاشور، واخدين بالكو؟ للحكام الدوليين المصريين من الدوري المصري في تقنية الفار عشان الكاف يشوف ويعدل ويفهم ويعرف الحكام الافارقه الاخطاء دي بتحصل ازاي وانتوا ازاي تعالجوها. يعني حتى بقينا مثال سيء للتنفيذ والتثقيف والتعليم للحكام الافارقه. عرفتوا ليه انا بتكلم في حاله مباراه الزمالك والاسماعيلي لازم تتعرض؟ لان الكل طالع بلا استثناء ازاي حكم الفار عمل كده؟ ازاي ما اختارش حكم الملعب؟ وحكم الفار ده غلط كتير قبل كده. أنا القصة بالنسبة لي مش أسماء، مش بتكلم على أسماء الحكام، أنا بتكلم على الحالة. ومش هقول إيه اللي حصل في المحادثة لغاية لما اللجنة تطلع تعرض وتقول ويبقى في عقاب للمخطئ لأنه خالف بروتوكول الفار. لأن الكلام ده لما اتعرض جوه اتحاد الكورة وأنا بثق جدا 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 في مصادر جوه اتحاد الكورة، الحمد لله الحمد لله مفيش معلومة بتتقال غلط. مفيش معلومة بتتقال غلط. لما اتعرضت الحالات اللجنة سمعت وشافت بحضور ستة من أعضاء اللجنة وشافت الخطأ فين وجاي من مين، لكن ما صدرش قرار وطلعت تسريبات بقرارات عكس اللي حصل في المحادثة ما بين حكم الفار وحكم الملعب.
فتذكروا الكابتن سمير عثمان بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي قال جمله شديده الذكاء والوحيد اللي قالها، لان هو عارف تفاصيل وعارف خبايا كتير في بعض المباريات. قال لك ايه؟ ما قالكش مين يتعاقب، قال لك انا بطالب بفتح تحقيق في اللعبه دي عشان نعرف مين المخطئ. مش قال لك ازاي حكم التقنيه ما بلغش حكم الملعب، ده دوره انه يبلغ. لا، هو ما عملش كده، هو عارف كواليسه تفاصيل كتير. فكان من الذكاء، والكابتن سمير من الشخصيات الذكيه جدا في تحليل الحالات التحكيميه، قال لك انا بطالب بفتح تحقيق. وانا باكد على كلام الكابتن سمير عثمان، وبطالب مش بفتح تحقيق، لا، بعرض المحادثه او لجنه الحكام تعلن لقبل حلقه بكره ايه اللي حصل، لان انا بكره اذا ما تمش عرض ده انا هشرح ايه اللي حصل، والمحادثه موجوده، والمحادثه بتروح الايفاب، وللاسف في حاجات كتيره جدا في المحادثات بيبقى فيها مشاكل كتير غلط، وفي حاجات بيتكلم فيها الحكام بشكل خاطئ. عشان كده المحادثات دي لما بتروح للاتحاد الافريقي وبتروح الايفاب بتتاخد كمثال حي تتشرح للحكام، خدوا بالكم، بصوا الاخطاء دي ما تعملوش زيها، ما تعملوش زيها. وروحوا بصوا على الاتحاد الافريقي لما بيستعين بحكام الفيديو بيستعين بمين، بصوا على قائمه الحكام الدوليين في تقنيه الفيديو، هل بيستعينوا بوائل فرحان؟ لا. هل بيستعينوا بحسام عزب حجاج؟ لا. هل بيستعينوا بطارق مجدي؟ لا. بيستعينوا باحمد الغندور في مباريات قليله لانه بيحكم في الملعب، وبيستعينوا بمحمود عاشور لان عنده هيستوري وتاريخ كبير في اداره المباريات، فبيستعينوا بالاثنين دول. ولما دخل البنا ومحمد عادل استعانوا بيهم. طب محمد عادل دخل مكان مين؟ هل، والمعلومه دي اعتقد جماهير النادي الاهلي ممكن تسمعها لاول مره، عمرو الشناوي حكم تقنيه الفيديو اللي موجود في كاس العالم للشباب مع الكابتن محمد معروف، هل تتخيلوا كان موجود حكم تقنيه فيديو في مباراه الجيش الملكي واتحاد العاصمه الجزائري اللي اتلعبت في نهايه ابريل في دور الثمانيه في الكونفدراليه في المغرب في الرباط، واتشال في اللحظات الاخيره، والاتحاد الافريقي اختار الكابتن محمد عادل مكانه؟ عارفين ليه؟ لان اكتشفوا ان في اخطاء كتيره موجود في تقنيه الفيديو في الدوري المصري، واكتشفوا ان الكابتن عمرو الشناوي ما خدش عدد مباريات كافي تسمح له ان يكون عنده الخبره انه يكون موجود في تقنيه الفيديو في مباريات افريقيا، رغم ان كان تم اختياره ضمن حكام النخبه. شوف انا بقول لكم معلومات وتفاصيل وكواليس الناس ممكن تسمعها لاول مره. روحوا للسعوديه واختم بالجزئيه دي. الاتحاد السعودي، وعارفين ان السويسري نافارو وده من ابرز واكبر الحكام وكان شغال في الفيفا فتره طويله وهو حاليا مسؤول عن التحكيم في الاتحاد السعودي، لما بيكون في حاله جدليه هو ما بيعرضهاش، بس لو في نادي متضرر وبيطلب يسمعها الاتحاد السعودي بيستدعيه وبيستدعى الطرف المنافس الثاني وبيقول له تعالى اسمع. دي الشفافيه اللي انا بتكلم عليها، وده اللي بطلب من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام يتخذوا هذا القرار خلال 24 ساعه، لان بكره اذا ما تمش الاعلان عن تفاصيل هذه المحادثه بشكل صحيح واجراء تحقيق فيما تم، هطلع بكره اقول تم الاستدعاء ولا ما تمش الاستدعاء، بروتوكول الفار اتطبق صح ولا اتطبق غلط، والفيصل بيني وبينكم المحادثه موجوده ما اتمسحتش، لو انا كلامي غلط اعرض المحادثه، لو انا كلامي صح عقب المخطئ. بس اخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على الاهلي واستعدادات الاهلي لمباراه الترجي وتفاصيل مهمه جدا النهارده في تدريب الفريق، ولكن بعد الفاصل. طيب وقتنا بيجري معاكم بسرعه، ونروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا. نبدا مع بعض ترند الاهلي من حساب الوطن سبورت، والنهارده ترند الاهلي دايما معظم التفاصيل على كيف يفكر كولر في مواجهه الترجي في لقاء العوده والتشكيل اللي ممكن يحصل فيه تغييرات. الوطن سبورت النهارده اتكلمت على ان ابرز التغييرات اللي ممكن تحصل اعاده او عوده الحارس المرمى علي لطفي مكان الشناوي، وقفشه وشريف ممكن يكونوا موجودين على حساب كهربا وبيرسي تاو. كولر يعيد الحرس القديم لتشكيل الاهلي امام الترجي. طيب نشوف كمان كوره بلس، وهي نفس الفكره، كيف يفكر كولر في مواجهه العوده امام الترجي في دوري الابطال؟ هل هيتم منح هاني والشحات وحمدي فتحي وكهربا وبيرسي تاو راحه ويلعب السوليه وقفشه وعبد القادر ومحمد شريف؟ ده هنشوفه يوم الجمعه المقبل، ولكن كل التفاصيل هتكون متعلقه التشكيل ايه اللي ممكن يحصل فيه. طيب يلا كوره بتقول تقرير يكشف غياب 10 لاعبين من الترجي عن مواجهة الأهلي، نفس المجموعة اللي غابت لقاء الذهاب هي اللي هتكمل الاستبعاد والغياب في لقاء العودة، أبرزهم طبعًا الشعلالي ورياض بن عياد، حمد الهوني، الشريفية، هاني عمامه، وغيث الوهابي، رائد بوشنيبة، اللعيبة اللي راحت لكأس العالم مع منتخب تونس. طب دي الأمور المتعلقة بالتشكيل وأبرز الغيابات اللي ممكن تكون موجودة، ولكن لما نروح بقى لحساب اليوم السابع عمل نقلة
وابتدى يتكلم على الانتقالات الصيفيه في الفتره الجايه. اليوم السابع قال كولر يرفض رحيل نجوم الاهلي الاساسيين في الميركاتو الصيفي، وانت مغمض عينك ومتاكد اكيد ده مؤكد، لان الراجل عايز يحافظ على القوام الاساسي وعايز يعمل تدعيمات. فلو في عروض هيبقى فيها موائمات ومناقشات وبحث البدائل، ولكن مبدئيا الراجل متمسك اكيد بالتشكيله الاساسيه، وفي عناصر كتير داخله في فكره الانتقالات والرحيل والاعارات والصفقات خلال الفتره اللي جايه. طالما لسه مفيش حاجه رسمي اعذرونا يا جماعه، ما بنقدرش نتكلم في الملفات دي لحين يعني اتضاح الصوره او ايضاح الصوره بخصوص هذا الملف، لان احنا حاليا في مرحله حرجه جدا من الموسم الحالي وعلى اعتاب نهائي دوري ابطال افريقيا وختام الدوري العام. يلا كوره اهتموا بان في مصدر ليلا كوره قال ان شركه الاهلي لكره القدم تبرم عقدا جديدا. برضو الامور متعلقه بالتطوير والرعايات خلال الفتره اللي جايه، وفي تفاصيل اكيد لسه هيجي وقتها. طيب كوره بلس وبيقولوا تقارير كارتيرون يحدد شرطا للموافقه على تدريب الترجي التونسي خلال الفتره اللي جايه. معلوماتي كمان ان اصلا باتريس كارتيرون النهارده نفى ان ممكن يكون في تواصل تم معاه عشان تدريب الترجي التونسي، والاخبار اللي جايه من تونس في اتجاه بنسبه كبيره ممكن يكون الكابتن معين الشعباني، ولكن اللي هيقود الترجي في لقاء العوده يوم الجمعه في القاهره، بالمناسبه الترجي كمان هيصل غدا باذن الله الى القاهره، مدرب مساعد كان موجود مع الكابتن نبيل معلول في الجهاز الفني هو اللي هيتولى المسؤوليه. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع للجزء الاخير من برنامج الترند. طيب الجزء الاخير من برنامج الترند هنركز فيه على تدريب فريق النادي الاهلي، وفي تفاصيل مهمه جدا هتكون موجوده في مران الاهلي، لذلك نطير مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي هيقول لنا تفاصيل خاصه بتدريب الفريق والاستعداد لمباراه الترجي يوم الجمعه المقبل. توفيق مساء الفل وازيك؟ مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، حياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر التفاصيل والاخبار، وانا عارف ان عندك تفاصيل كتيره جدا، الفريق بيستعد ازاي النهارده تمرين في تجهيز للعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي، يعني كل الاخبار اللي عندك، وكمان لو في اطمئنان على حاله المصابين واللي ممكن اللعيبه تلحق لقاء العوده يوم الجمعه المقبل باذن الله. في البدايه خلينا نبارك لكل جمهور النادي الاهلي، نتيجه مطمئنه جدا في مباراه الذهاب في تونس، ويعني خطوه كبيره باذن الله. ولكن زي ما كابتن طلعت عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اتكلم مع اللاعبين امبارح في اول تدريب، طبعا كان مستر مارسيل كولر قد اللاعبين راحه 48 ساعه من التدريبات سبت وحد، والفريق استعمل تدريباته خلال مباراه العوده بالامس. اتكلم كابتن سعد حفيظ في هذه الجزئيه بشكل كبير جدا، قال اللاعبين عاوزين نفصل تماما، مباراه الذهاب انتهت تماما بنتيجتها بادائها، وعندنا مباراه ثانيه او شوط ثاني هنا في القاهره هنشتغل شغل منفصل تماما، وهنشتغل على هذه المباراه ان احنا برضه نحقق فيها نتيجه ايجابيه وباذن الله فريق يحقق فيها الفوز. يمكن التدريب امبارح محمد كان قوي جدا، طبعا شهد مشاركه جميع اللاعبين الحمد لله، كل اللاعبين حالتهم اقسم رائعه سواء الفنيه او البدنيه، ومن بعدها يمكن الفريق يعني زي ما بقول لك قدم ران كبير جدا، يعني استغرق اكثر من ساعه ونص، فريق بيواصل تدريباته النهارده. يمكن اللقطات كمان اللي معاك يا محمد دلوقتي الفريق المجموعه بس الاساسيه اللي لعبت بشكل اساسي في مباراه الترجي هي اللي بتؤدي المران حالا دلوقتي واحنا معاك على الهواء، وان شاء الله بعد انتهاء المران للمجموعه الاساسيه هيكون في تمام الثالثه والنصف ده تراي ماتش كده او تقسيمه ما بين اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الترجي بشكل اساسي، مطعمين في عدد من الناشئين والشباب المصعدين للفريق الاول، هيتم عمل مباراه بحكام ما بينهم، ده طبعا علشان الجهاز الفني يتسنى ليه رؤيه عدد كبير جدا من اللاعبين الشباب مع الفريق الاول، وكمان الاطمئنان على حاله اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه بشكل اساسي. يمكن انت عارف محمد الفتره اللي فاتت كان في ضغط مباريات ما بين الدوري ما بين الكاس ما بين افريقيا، ولكن بقالنا فتره تقريبا الفريق بيلعب مباراه واحده كل اسبوع، طبعا من بعد كاس السوبر وقبلها مباراتين الرجاء وكمان مباراه الترجي، فبالتالي طبعا المجموعه الاساسيه هي اللي بتشارك او بيتم مشاركتها بشكل اساسي، وبتاخد حمل مباريات او جزء تدريب وحمل بدني كبير جدا. اللاعبين طبعا ما بيشاركوش، الجهاز الفني فضل النهارده ان هو يشوفهم في تراي ماتش ويبقى برضه حمل تدريبي، وان هم يلعبوا 90 دقيقه بشكل مباراه عاديه جدا. ده ان شاء الله يساهم ان كل الفريق زي ما دايما الجهاز الفني بيتكلم محمد ان كل فريق يكون في نفس الحاله البدنيه والفنيه وكل اللاعبين متساويين، عشان لما يحتاج اي حد او يبقى في روتيشن ما بين اللاعبين ما نحسش دايما بفرق ما بين اللاعبين الاساسيين والاحتياطيين. حاله الاصابات واللاعبين الحمد لله بطمنك ان الحمد لله حاله الفريق كلها الفريق كله مكتمل، وباذن الله يعني ربنا يبعد عنهم الاصابات ويكون كل اللاعبين حالتهم البدنيه والفنيه ان شاء الله تكون على يعني خير ما يرام. كمان اكرم توفيق موجود النهارده وبيأدي تدريباته وبرنامجه العلاجي بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله نتمنى التوفيق للفريق الفتره الجايه، مباراه الترجي كمان نعمل فيها مباراه كبيره ونحقق نتيجه كبيره، وباذن الله الصعود للدور يعني الدور النهائي يبقى بشكل قوي يا محمد، ونوجه رساله سواء لاي من الفريقين المتدربين او اللي هينافسونا في المباراه النهائيه ان النادي الاهلي جاهز ولا يهاب احد، وان شاء الله يكون بيسعى بكل قوه نحو الاميره
11 والبطوله باذن الله دوري ابطال افريقيا 11 يا محمد باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي. قال تفاصيل مهمه دلوقتي تدريب المجموعه الاساسيه للعبه مباراه الترجي. بعد التدريب هيكون في مباراه وديه للمجموعه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي مع عدد من اللاعبين المطعمين من قطاع الناشئين باداره تحكيميه لحكام هيديروا هذه المباراه الوديه. اخبار مهمه جدا قبل مواجهه الترجي باذن الله يوم الجمعه المقبل. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. الحلقه مرت بسرعه فيها تفاصيل كتير، ما خدناش رسائل حضراتكم في المشاركات على السؤال، ولكن ان شاء الله بكره نحاول ناخد اكبر قدر من اراء حضراتكم. بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.